ياسر أيضا أنت كنت بالأمس موجود في استقبال عدد من المصريين القادمين في ظل هذه الظروف من الداخل السوداني. صورة هامة جدا من خلفك ياسر بالفعل هبوط الطائرة الأولى وربما نزول أو بداية نزول بعض المصريين الذين تم إجلائهم بالفعل من السودان. ياسر انطباعاتك وانطباعات أيضا المصريين اللي وصلوا بالفعل أرض الوطن بالأمس كيف كانت؟ لأنه الصورة من خلفكم هامة جدا بالفعل. تفضل ياسر. نعم لما طبعا ببدأ معك بتحية لك وتحية لمشاهدي قناة إكسترا نيوز. يعني اسمحي لي في البداية أبدأ معك لما بقول لحضرتك كل سنة وانت طيبة. يعني مصر تعيش هذه الأيام العديد من الأعياد، فمنذ أيام قليلة كان هناك عيدين، عيد المسلمين وعيد المسيحيين، واليوم نحتفل بعيد تحرير سيناء 41، ونحن الآن في قاعدة شرق القاهرة الجوية العسكرية نحتفل بعيد آخر، عيد نراه على وجوه المصريين الذين وصلوا إلى أرض وطنهم، وعيد نراه في عيون أهليهم الذين ينتظرونهم على فارغ الصبر أمام المطار. فهذه الطائرة لما هذا المشهد المنتظر، هذه الطائرة التي تقل مصريين كانوا عالقين في السودان تحت وطأة التوتر والصراع وطلبوا العودة إلى وطنهم بعد اشتعال المعارك قبل 11 يوما وتحديدا يوم 15 من أبريل الحالي. هذا المشهد ووصول الطائرة إلى القاهرة هذه يعني آخر خطوة في مجموعة خطوات نجحها نظمتها ونفذتها الجهات والهيئات المصرية المتعددة. لما يعني بالتأكيد هناك الكثير والكثير من الأعمال التي لا تذكر في الإعلام حين تقوم الدولة عادة بإجلاء رعاياها من أماكن الصراع والتوتر. بالتأكيد كان هناك اتصالات على مستويات لا تخطئها العين، كان هناك تنسيق مع مختلف الجهات السودانية. بالتأكيد كان هناك من يؤمن نزول الطائرات في مطارات السودان، وكان هناك من يؤمن المسارات التي تم اعتمادها لإجلاء الرعاية المصريين من السودان إلى نقاط التجمع ثم إلى المطار. بالتأكيد التحرك على الأرض في السودان لم يكن عملا أمنيا سهلا، بالتأكيد كان هناك تأمين جم من لحظة إقلاع هذه الطيارة وحتى خروجها من الأجواء السودانية. فكما تعلمين لما يعني اليوم الثاني على التوالي تتواصل الطائرات المصرية العسكرية في الهبوط على أرض القاهرة، على أرض مطار شرق القاهرة العسكري، وتحمل على متنها المصريين العالقين هناك. يعني اليوم ننتظر وصول حوالي 186 مصري من السودان، وطبعا تعلمين أن وزارة الخارجية والجهات لما تؤمن لهم الوصول الآمن، وأيضا تقوم بالاتصال بهم ومراعاتهم حتى مقابلتهم وتوجههم إلى الطائرة التي سوف يستقلونها. يعني الأمس لما عفوا يعني من خلال متابعتي وسؤالي للمصريين الذين وصلوا، هم طبعا يحمدون الله كثيرا ويشكرون القيادة السياسية على توجيهاتها يعني بإجلائهم من السودان في أسرع وقت، وكلهم شكروا البعثات الدبلوماسية هناك سواء السفارة المصرية في الخرطوم أو القنصليات المصرية في الخرطوم ووادي حلفة وبور سودان. يعني الجميع عبروا عن امتنانهم وعن شكرهم، ونحن نرى في أعينهم مشاعر الود والحب لبلدهم وأنهم يشكرون الله على عودتهم سالمين. ونحن طبعا نتابع الآن وصول يعني مجموعة كبيرة، الطائرة الأولى فسوف تصل اليوم طائرتان لما يعني واحدة من مطار دونكولا وأخرى من مطار بور سودان، وهذه هي الطائرة الأولى وتحمل على متنها المصريين العالقين، ويتم توزيع الورود والهدايا التذكارية عليهم حين وصولهم إلى المطار. وسوف أقوم الآن لما بلقاء العديد منهم، وأيضا يعني معلومة هامة يعني يمكن أمام المطار لما ينتظر أهالي المصريين كثيرا في لهفة وشوق على أبنائهم الذين وصلوا إلى بلدهم. فيعني اللي عايز أقوله لما يعني تحية حب وتقدير وعزة وشموخ للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار هذه التعليمات، وتحية حب وشموخ وكرامة وعزة للرجال الذين نفذوا الأوامر ونفذوا هذه الإجراءات الصعبة. يعني كما ذكرت لك لما يعني هذا عمل أمني ليس بالسهل على أراضي السودان، يعني تعلمين أن هناك توتر ويعني هناك عدم استقرار أمني هناك. إليك لما.
ياسر، يعني كما ذكرت أكثر من جهة تواصل تم الإعلان عنهم من جانب السلطات المصرية للمصريين العالقين في السودان، السفارة في الخرطوم، قنصليتا الخرطوم وبور السودان، المكتب القنصلي في وادي حلفة. والحقيقة أنه تمخض عن ذلك يعني التواصل بين المصريين والسلطات. يعني أنا معي أحد المواطنين المصريين الذين يعني وصلوا إلى مصر الآن، عايز أعرف مشاعرك إيه وتقول إيه النهاردة لمصر؟ والله أنا أقول لمصر ألف ألف شكر لمصر. إحنا مرينا بقى أصعب 10 أيام في حياتنا، وإحنا كنا تابع البعثة المصرية للسفارة للوزارة التربية والتعليم، وكانت السفارة ووزارة الخارجية على طول متابعنا كل يوم، وكانت تقول لنا ما تخافوش احنا معاكم وفي ظهركم والقيادة السياسية في ظهرنا. والحمد لله الأيام الصعبة اللي مرت بمجرد ما ركبنا الطيارة وركبناها حسينا متى عظمة مصر، ما فيش بعد مصر. شكرا لكم، كل سنة. الله يسلمك. طيب نعم، لما هذه هي المشاعر التي أجدها هنا في قاعدة شرق القاهرة الجوية العسكرية من المصريين الذين وصلوا الآن حالا على متن هذه الطائرة. شكرا لك لما. شكرا ياسر. يعني مشاهدينا الكرام، نتابع هذه اللقطات على الهواء مباشرة، لقطات هامة جدا، ربما صورة بألف كلمة أو أكثر لعودة المصريين من أو القادمين من السودان إلى تحديدا قاعدة شرق بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لضمان سلامة المواطنين المصريين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. العالم كله الآن يتابع وينظر إلى نقاط عودة المصريين أو حتى غير المصريين من معبر أرقين الحدودي واستقبال المواطنين من هناك، ولكن تحديدا نتابع وصول مجموعة جديدة مشاهدين الكرام من المصريين القادمين من الداخل السوداني من مطار شرق القاهرة بعد ربما تواصل كما وصفته الجالية المصرية والمصريين وغير المصريين، وهي نقطة هامة جدا للعبور للداخل المصري في هذه الأوقات. بالأمس استقبلت الدولة المصرية 904 مواطن مصري، اليوم نحن في انتظار مزيد من الأعداد المصرية وإجلاء أعداد أكبر من المصريين، وأكيد سيكون لنا عودة بكل دقائق ولحظات إلى مطار شرق القاهرة.